تخيل لما تكون قاعد وتجي لك رساله على الواتساب من مديره الدعم الفني بتاع شركه اوبر وتقول لك يا استاذ الفاضل عندك مشكله وعاوزين نحلها لك وفي شكاوى والكلام ده، فانت تحس ان الشركه اتغيرت او في حاجه اتغيرت، لكن المشكله كلها ان دول نصابين، وفي ناس لغايه النهارده في 2024 بيصدقوا النصابين وبيمشوا وراهم وبيعملوا كل الخطوات اللي بيقول لهم عليها وبينصبوا عليهم وياخدوا منهم فلوس وبعد كده يقول لك احنا اتنصب علينا. طب انت افهم الاول عشان خاطر ما تنصبش عليك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ تعرف ان انت لو عملت بطاقه ضريبيه وشغلتها في اوبر مش هيخصموا منك اي ضريبه؟ ده الكلام الجديد اللي بيتقال. كابتن لسه بعت لي امبارح بيقول لي ان في واحده كلمته على الواتساب بتقول له انا مديره الدعم الفني بتاع شركه اوبر وفي مشكله في حسابك وفي حد دخل حسابك او اشتغل بعربيتك او كده. فالراجل بكل تلقائيه قال لها لا مفيش الكلام ده ومفيش اي شكوى جاتني على الابلكيشن ولا اي حاجه خالص والدنيا تمام. ازاي انا محدش بيركب عربيتي غير انا وما بديهاش لحد وما غيرتش النمر ولا اي حاجه خالص والدنيا زي الفل. راحت بعتالي بتقول له لا انا مديره الدعم الفني وعندك مشكله ولازم تقف معانا وتحل المشكله عشان خاطر ما نقفلش الحساب بلوك نهائي والكلام ده. فالراجل طبعا خاف. طب انتوا عاوزين ايه؟ قالوا له لازم تتحقق من البيانات ومش تتحقق من البيانات وفي كود اربع ارقام جالك على الحساب على تليفونك يعني. فالكود ده بيجي لما تفتح الاكونت من تليفون تاني بيبعت لك كود على التليفون اللي انت مسجل بيه. فالكود ده لما تديه للتليفون التاني بيفتح معاك زي الفل. فهم شكلهم بيفتحوا حسابهم من تليفون تاني. فالراجل خاف بكل تلقائيه راح بعت لها الرقم اللي جاله على التليفون فقالت له تمام. فهم عاوزين يسيطروا على حسابه او يسيطروا على تليفونه عشان خاطر يقدروا يساوموه عليه. فالمرحله اللي بعد كده بتقول له هو انت عملت بطاقه ضريبيه؟ معاك بطاقه ضريبيه عشان تشتغل في اوبر؟ قال لها لا بس في كل رحلة اي حد عارف الكلام ده في كل رحلة في اوبر او في اي شركة بيحط لك حاجة تحت اسمها الضريبة على كل مشوار. فقال لها في على كل مشوار ضريبة؟ قالت له لا ده حتى لو عملت معانا البطاقة الضريبية وفعلنا لك الضرائب ومش عارفين مش هيخصموا منك اي ضريبة من اي مشوار. راح الراجل قال لها ازاي الكلام ده؟ الراجل حتى بيقول لي الموضوع دخل في بعضه وهو شك من ناحيتهم وراح قافل معاهم. طب ازاي؟ طب مش ازاي؟ قالت له ايوة انت هتقعد لمدة سنة مش تدفع ضريبة على اي رحلة، اي رحلة هتجي لك مش هيبقى عليها ضريبة ولا الكلام ده كله بس هتدفع لنا 500 جنيه. الراجل كده بدأ يفوق، ازاي يا عم تدفع لكم 500 جنيه مش عارف ايه؟ خدهم يمين شمال راح قافلين معاه وبطلوا واتعمل له بلوك من عندهم ولا ايه؟ بس انت خلي بالك اوبر او اي شركة عاوزاك في اي حاجة او في شكوى او في اي مشكلة بيبعت لك عن طريق الابلكيشن، ما تمشيش ورا اي حد كده وخلاص، ما فيش حاجة اسمها احنا الدعم الفني وعن طريق ده. احنا لما بيبعت لكم شكاوي ما بيردوش علينا، هيردوا عليك على الواتساب وهيبعتوا لك ويقول لك اعمل بطاقة ضريبية ب 500 جنيه وبعت لنا ال 500 جنيه وبعت لنا الارقام اللي تيجي على حسابك. فخليك فاهم كل حاجة واي حد يقول لك على حاجة حاول تدورها في دماغك قبل ما تعمل اي حاجة عشان خاطر في ناس كتيرة بتلبس في الحيط ويلبس مع النصابين والناس اللي بتعمل اكاونتات ومش عارف الناس اللي على الواتساب والنصابين اللي بيقولوا عن طريق الابليكيشن ومش عارف ايه وفي الاخر يجي يقول لك يا جماعة الحقوني الحكاية انا رحت في داهية انا اتاخد حسابي اتقفل حسابي خدت بلوك خدت مش عارف ايه. فانت لو انت واعي وفاهم لكل حاجة محدش يضحك عليك ومش توصل للمرحلة دي ومش هتدور على حد. افهم وخلي كل حاجة تتقلك تعدي على دماغك ما تنفس اي حاجة وخلاص عشان خاطر النصابين اللي من دول مركزين مع كباتن اوبر وعاوزين نطلع منهم اي مصلحة. بس احنا باذن الله بنقفل عليهم كل الابواب وبنحاول نوعي الناس ونفهمهم عشان خاطر محدش يقع في اي مشكلة. بس انا حبيت اقولك اللي بيحصل حواليك عشان خاطر ما تقعش في اي مشكلة مع اي حد او حد يضحك عليك. لا في بقى ضرائب ولا في دعم فني ولا في الكلام ده كله وكل ده بلح. فريح دماغك وخليك شغال مع حالك وفاهم كل حاجة وما بتكونش ساذج وتصدق اي حد يقول لك اي حاجة. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اهم حاجة لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام. هسيب لك اللينك تحت الفيديو اي حد عنده اي مشكلة ابعتها لنا. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وربنا ينصر اخواتنا في غزة واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.